أشكال الموت كثيرة جدا، منها ما يكون سهلا وسلسا، ومنها ما يكون مرعبا ومخيفا، كأن ينام المرء دون أن يستيقظ بعدها، أو أن يغرق أو يحترق أو يشنق، أو أن يكون الأمر إثر حادث ما. لكن هناك من مات رقصا، نعم كما سمعتم، رقصا. وهذه الطريقة بالموت لم تكن خاصة بحالة واحدة فقط، بل بمئات الأشخاص. والأغرب من ذلك أنهم جميعهم في بلدة أو قرية واحدة. رقصة الموت أو رقصة القديس فيتوس هي ظاهرة سيطرت على سكان قرية ستراسبورغ الفرنسية قبل أكثر من 500 عام. دفعت هذه الظاهرة بسكان القرية إلى الرقص دون سبب. والرقص دون سبب قد يكون أمراً طبيعياً في مكان ما، لكن إذا ما استمر لعدة أيام ليلاً ونهاراً مسبباً فقدان الوعي والموت، هذا يعد غريباً، وليس غريباً فحسب بل مرعباً. تذكر الروايات والمصادر أن الأمر كله بدأ مع امرأة واحدة تدعى فروتروفيا، حيث أنها قد بدأت الرقص دون أي حافز، أي دون موسيقى ودون من يدعو لذلك. فكانت قد خرجت من منزلها النصف خشبي إلى الشارع الضيق المرصوف بالحصى، وباشرت الرقص متجاهلة توسلات زوجها لها بالتوقف. وعلى هذه الحال استمرت تروفيا بالرقص لساعات طويلة حتى مغيب الشمس تقريبا، ثم انهارت جراء نوبة إرهاق تمكنت منها. أعلم بماذا قد تفكرون؟ لا، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وفي اليوم التالي واصلت تروفيا الرقص على قدميها التي كانتا قد تورمتا بشكل كبير، وأيضا استمر الأمر لعدة ساعات. وخلال رقصها تجمع حولها الناس لرؤية ما يحدث، منهم من تجمع بغرض الفضول، ومنهم من جاء ليشاركها الرقص كلفتة اجتماعية. فكان الناس حولها من جميع الطبقات الاجتماعية في القرية، الباعة، المتسولون، رجال الدين، وحتى الحجاج والحمالون. سيطرت هذه الحالة على تروفيا لعدة أيام، حتى أمر رجال الدين بنقلها إلى مدينة سافرين، وتحديداً إلى مزار القديس فيتوس، ظناً منهم أنه أصابها بلعنة وأنه يمكن أن تتماثل للشفاء هناك. لا، لم تنتهي القصة هنا، فما حدث بعدها شكل صدمة كبيرة خاصة لرجال الدين هناك. فما حدث هو أنه بعد إرسال تروفيا إلى المزار بأيام، بدأ أكثر من 30 شخصاً الرقص بذات الطريقة، خاصة الذين شهدوا رقصها المجنون. تمكن منهم الهوس، والأخطر من ذلك تمكن الموت من بعضهم. نعم، فقد رقصوا حتى الموت. ربما تعتقدون أن طريقة الموت هذه فرحة أو سعيدة وحتى غير مؤلمة، ولكن الأمر عكس ذلك تماما. فأولا، ازداد عدد المصابين كثيرا. ثانيا، عند الدخول بينهم، أي بين الراقصين، كان من الملحوظ أن ملامح وجوههم خائفة وحتى غائبة، كأنها في عالم موازن. وليس هذا فحسب، كانت الدماء تتدفق من أقدامهم لتخرج من فتحات أحذيتهم مع جروح بالغة ودون الشعور بأي شيء. في تلك المرحلة وصل الخبر إلى مسامع البلاط الملكي، وتم عرض الموضوع على الأطباء الذين رأوا أنه مرض ناتج عن غزارة إنتاج الدم في الجسم، ولهذا يجب على المصابين أن ينزفوا. عمل البلاط الملكي بهذه النصيحة فورا، قام بإنشاء ساحات الرقص والمسارح، وتعاقدوا مع موسيقيين وراقصين أصحاء لتحفيز الناس على الرقص، بهدف أن يشعر المصابون بالإعياء والتعب، وأيضا للتخلص من الدم الزائد. لم ينجح الأمر، على العكس، مات أكثر من 400 شخص في 3 أسابيع فقط، وهذا ما أكد أن الأمر أو الظاهرة هي خارقة للطبيعة،
بل هناك بعض الحالات المسعورة. فروتروفيا قد عولجت من الأمر، عادت لطبيعتها، ولهذا قرر البلاط الملكي جمع وإرسال جميع الحالات المسعورة، خاصة أولئك الذين يضربون أجسادهم على الأرض كالأسماك التي خرجت من البحر، وأخذها إلى مزار القديس فيتوس. بالفعل بدأت نهاية هذا الوباء. الكثير من سكان ستراسبورغ ذهبوا إلى المزار طلبا للمغفرة، وسكبت عليهم المياه المقدسة، وبدأت الحالات تتناقص بالعدد. فقد استمر هذا الوباء مدة شهرين تقريبا بعدد قتلى يصل إلى 15 شخصا يوميا، وكانت النهاية. هذه الظاهرة دفعت الكثير من العلماء والمختصين للبحث والتمحيص في الأسباب، إلى أن توصلوا إلى التالي: الظاهرة ليست لعنة، ليست دينية، ليست خارقة للطبيعة، بل ما حدث هو نتيجة عفن يؤثر على العقل وينمو على سقان نبات الجودار المنتشر في تلك المنطقة. وهذا العفن يسمى بالأرغوت، ويستطيع منع تدفق الدم إلى الأطراف بسهولة، لهذا يصعب الرقص بسببه. لكنه بسبب الكثير من حالات الهلوسة والارتجاجات والارتعاشات، إلى اليوم نظرية العفن الدماغي هي المنطقية. لكن ظاهرة الرقص لم تحدث بعدها أبداً، مع العلم باستمرار وجود النبتة في ذات المنطقة. فهل هي لعنة القديس أم مجرد تأثير لذلك العفن؟ لا أحد يعلم.